لاباس، كنتمنى تكونوا بخير. مهم، هذا فلوج جديد كما كتعرفوا، قلت لكم مؤخرا بقى نسجل لكم يومياتي، يعني تقريبا نحاول نسجل كل نهار من غير لك انت حاجه ما نقدرش نسجل. مهم اليوم البنات كان عندنا واحد اسبوع، وصراحه ما كنتش كنت باغا نمشي وما باغاش نمشي لحقاش صراحه عندي بزاف ما يدار روينه وداك الشيء، ولكن قررت في الاخر غادي نمشي نبدل الجو صراحه، غير شحال شويه هذا باش مشيت واحد اسبوع، ولكن انا ما كنمشيش بزاف الاسبوعات، ومؤخرا مشيت وقلت ثاني نمشي هذه المره لحق صراحه ديما كندوزوها مزيان، واخا ما كننعكزو ما كنبغوش نمشيو، في الاخر كندوزوها مزيان، كنقولوا شوف كون بقيت في الدار كان غيكون يعني ما عادش نكون دوزتها مزيان، نهضروا مع الناس نضحكوا نلعبوا، المهم دائما كندوزوها مزيان صراحه في الاسبوعات وفي اي يعني في عراسات وداك الشيء صراحه. لهذا البنات قررت اليوم غادي نمشي، وكما كتشوفوا انا درت هنايا الماكياج ما باينش بزاف لحقاش الضو ديال البيت وهذا، ولكن غادي نخرج الزنقه ان شاء الله نشوف الا لقيت شي بلاصه غنسجل لكم باش تشوفوا كيفاش يعني عن قرب. درت واحد الماكياج اللي هو ما ثقيلش وما خفيفش، يعني كون درت ليه الكحول غيبان ثقيل، ولكن ما درتش الكحول كما كتشوفوا، خليت عينيا خاويين من الداخل وصافي. بالنسبه للعكرته هو ما درتوش حتى نخرج ان شاء الله تنمشي زعما الاسبوع هذا باش غادي نديرو. و المهم راه في الاخر غنوريكم ديال الفلوج شنو هما المنتجات اللي استعملت اليوم كيف ما وعدتكم، وغادي نوريكم حتى القفتان اللي لبس، واخا غادي تشوفوه قبل يعني ملبوس، لان غنسجل لكم اللي غنمشي عند ماما ولا ما عرفت عند بنت خالي ما عرفتش شنو غادي نلبس. المهم بغيت نقول لكم انه اليوم ثاني الصهد وما كنحبش نمشي صراحه المناسبه بحال هكا كيكون الصهد بزاف، ولكن اش غادي ندير، خصني نمشي بيت ندوزها مزيان صراحه ونبدل الجو، وغادي نوريكم شنو لبسه الدنيا. المهم نسجل لكم كلشي كلشي كلشي، ودابا غادي نطلع الفوق نوريكم الروينه اللي خليت ديال الماكياج مرميه تماك، ما عرفتش الضو علاش ضارب يمكن حقاش السيف كحل. المهم غنوريكم الروينه ديال الماكياج اللي خليت مرميه تماك في البيت قبل ما نخرج، وغنوريكم شنو هما لي زاكسسوار اللي اختاريت ندير، واخا راه كنت دايخه ما عرفتش شنو غادي نختار، وديك الساعه قولوا لي نتوما شنو اللي زوين شنو اللي خايب، واخا غادي نكون اختاريت صافي نتوما شتو البلوك الغد لي، ولكن ماشي مشكل يقولوا لي ماشي مشكل كيهمني الامر واخا هكاك. وصافي البنات دابا غادي نمشي لانني صراحه تعطلت، غنمشي وديك الساعه نوريكم تماك القفتان يعني الشكل النهائي كيفاش كيجي ملبوس. داك الصور صراحه تلفه، ولكن قررت ندير نقرا حقاش شحال هادي ما درتش يعني ندير اللون الفضي بتبدل، لان ديما كندير الذهبي صافي طلع ليا بالراس، لهذا غندير هاد السنسله هادي ديال النقره كما كتشوفوا كتجي هكا سامبل، غندير هاد الكورميطه هادي كتجي بحال هكا، والخاتم غندير هذا حيت ديال الذهب غندير ديال اللي هما اللون بيض، وهنايا هاد الحويلقات ديال النقره، وهادو حتى هما ديال النقره، يعني هاد الحويلقات ما غنديرهمش كاملين، ما انا بين هادو وهادو، ولكن كنظن غندير هادو. المهم انا غنجرب هادو نشوف كيجيوني، سينا ما عجبونيش يعني كيفاش جاو مع القفتان، نقدر ندير هادو لحقاش اصلا هاد الحجيرات اللي فيه يجيو زوينين مع القفتان وجو سامبل، يعني بغيت ندير سامبل لحقاش شويه القفتان اللي غادي نلبس مشارجي. دابا نوري لكم ان شاء الله ما نلبسو. صافي البنات درت هذا، درت هاد الخويتمات، وفي الاخير قررت ندير ماشي هادو سينو اللي فيهم بحال نجيمات والسنيسله، عرفتي السنيسله البنات كتجي كتحمق، ما نقدرش نوري لكم لحقاش كتجي لاصقه كتجي بحال التشوكر، يعني ما نقدرش نوريها لكم سي غيبان لي عنقي، ولكن كتجي كتحمق كتجي داكشي سامبل وراقيه، حمقاتني السنيسله اصلا عندي بحال ديال الذهب وديال النقره هي عجبتني حمقاتني. وهكا البنات خليت الروينه كما كتشوفوا، البارحه غسلت هاد البونجا وهاد الشيت هادو ديال الماكياج لحقاش صراحه وليت كنهاد مؤخرا كنعكز ما كنغسلهمش، وانا ديال الحبوب لهذا البارح غسلتهم قبل ما ندير لهم الاستعمال، وصراحه فاش كتغسليهم البنات وكدير بهم ماكياج كيبان صراحه ماكياج غير كيبان داكشي واعر، يعني صراحه ملي كيكونوا موصولين شي بحال ما نعرف ما كيخليوش ماكياج زوين. وبنات كريم اساس بالبونجا شي حاجه رائعه كنصحكم بها، لانه كيخلي واحد 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 سميتو كيخليه مزيان الكريم اساس متبت على البشره ماشي بحال يد ولا شيزا. انا صراحه من نهار جربت البونجا وانا معاه، شوفوا هذه صبر بدات كتخسر، وهذه بنات خديتها غير بدولار، راه كنت شاركتها معكم في واحد الهول ديال المكياج وزوينه، يعني زوينه واخا غير بدولار، يعني كنت معوله نشري بيوتي بلندر لحقاش خسرات ليا، ومنين استعملت هذه عجبتني ما بقيتش شريت بيوتي بلندر كما قلت لكم، هذه دايره غير دولار واحد. وصافي كما قلت لكم نخلي هاد الروينه بحال هكا، ودابا غادي نمشي. البنات اشنا درتي في فيما كيشنا اشنا درتي في فيما؟ لا لا بوكا لا بوكا تنخرج البنات نوريكم اللبسه كامله باقي ما كملتهاش. المهم بنات هنا ما تحسبوش السيف، يعني سي يعني ما ماشي ما جاش خايب بزاف مع القفتان، ولكن نو يعني ما جاش ماشي ديال المناسبات، غير هو درتو على حساب الفيديو
يعني انا اصلا ما غاديش ندير الزيف في السبوع، راكم عارفين تيكونوا العيالات وداك الشيء، وهذا غير وريتكم باش تشوفوا كيفاش كتجي هذه، كيجي قفتان على شكل فراشه. مهم راه بان لكم كيفاش، انا راه ما عنديش مع الشرح ديال شي ديال التقليدي. صافي البنات هنا تغدينا، مصورت لكم شكون شي غدا لحقاش كيكونوا الناس، وهذا الصراحه كنحشم نبقى نسجل والله، لهذا سجلت غير لقطات وصافي باش تحسوا معايا بالاجواء. هنا داني عيط لها تجي تريح معايا شويه، ما كانش معايا كانت كتلعب مع الوليدات، من بعد قلت لها جي ريح حدايا شويه ارتاح، وعطيتها كتاكل حتى هي الحليوه كيعجبها الصابلي. صافي هنا البنات راه كنا مجمعين معاكم نيت، ولكن مشكله زعما كاين العيالات هما مجمعين تيهضروا، وكنجي كنسمع انا مجمعه مع بنتي وكيتسمع حتى العيالات شنو مجمعين، وقلت لها ويلك حشومه تسمع شنو يعني الناس شنو مجمعين كيهضروا، لهذا حيدت الصوت وصافي. واخا كنا مجمعين معاكم الدنيا كتقول لكم ها نتوما هاكو الصفوف، وقالت لكم هاكو حقكم ديال الحلوه، ولكن خساره حيدت الصوت كيف ما قلت لكم احتراما للنساء اللي كاينين تما كمريحين وداكشي مجمعين تيهضروا تيضحكوا. ما كنش معوله غير تسمع مزيان ومريحه مجمع معاكم، ولكن في الاخر لاحظت بانو كيتسمع بزاف. وداني يمكن اول مره تحضر معايا شي اسبوع بحال هكا زعما تريح معايا وكل شيء، حضرنا واحد الاسبوع قبل كما قلت لكم، ولكن في هذا ريحات بعد شويه، ريحات معايا بعد في شربت معايا كويزينا تاعي. وهنا يا صافي بداو العيالات كيفتحوا وداك الشيء، عارفين الاسبوع دايرين الجو غير مع بوحدنا، راكم عارفين الغربه وداك الشيء. ودنيا تاعي راه كما كتشوفوا عجبها الحال بزاف بزاف بزاف، نشطه تاعي. انا يلا جيت دخلت للدار صراحه، دوزنا هاد العشيه زوينه 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 صراحه، كنت محتاجه يعني الناس زوينين، كنضحكوا لعبنا بدنا نشوف صراحه. دنيا حتى لعبت مع الوليدات صراحه، هاد العشيه حسن يعني كون بقيت في الدار كان غيكون يعني حسن نكون منين مشينا السوا، كنعرفش نشرح. المهم حسن منين مشينا السوا، لان دوزناها مزيان ضحكنا نشطنا، راكم عارفين اسبوعات وهذا، هضرنا مع ناس جمعنا بدرنا دوزنا وقيت زوين صراحه. حاولت نسجل لكم كما شفتوا شويه اللقطات وصافي باش نوريكم وصافي، داكشي اللي نقدر اكيد ما نسجلش لحقاش راكم عارفين احتراما للناس اللي كاينين تماك، وانا اصلا ما كنتش دايره الزيف يعني لهذا حسن بلاش ما نسجل والو، ولكن درت لكم بعض اللقطات وصافي باش تحسوا معايا واحد شويه بالجو ديال الجو ديال السبع هنايا في الغربه وصافي. اش بغيت نقول لكم عاوتاني، المهم صراحه منين مشيت يلا دخلت عدابه باقي تابعني ندير العشاء، باقي تابعني ندوش لدانيا وندوش حتى انا، وكنت باغا نراجع شويه على حساب باش نمشي غدا نمشي نقرا نكون شويه عارفه راسي ميسيتو زعما فين اش نقول انا السيمانه الجايه، والحقيبة لي ما يعطينيش الوقت. يلا غنتكفى مع شي اللي قلت لكم وغادي نوريكم شنو هما المنتجات كيف ما وعدتكم اللي استعملت اليوم، انا شنو درت لواحد المنتج جديد كان تبعتو ليا هاجر وساكبيره كنتي كتشوفي هذا البلوك حبيبه، كنجرب فيه دابا ديال الشعر، وغنوريكم شنو باش كنمشط لدانيا وخوريتو لكم، نعاود نوريه لكم اللي يكونوا البنات ما شفتوش الفلوق اللي فات، وغنوريكم البارفان اللي استعملت ولي زاكسسوار. المهم لي زاكسسوار وريتهم لكم قبيله، المهم ديوش عليها، وغنوريكم دابا داكشي اللي ما وريتكمش قبيله. دابا نشوف الفيديو شنو وريتكم، لحقاش نسيت تلفت لي فلوق، هما هادو كتصوري شي حاجه في الصباح وكتجي الليل ما كتعقليش شنو صورتي، حتى كنجمع كلشي وكنراجع. صافي البنات هادشي اللي كاين، دابا انا وجهي محرش باقينا تشوفوا فهاد هاد النهار هذا، لانه صافي غنمشي نحيد الزيف غنبدا نبدا شغلاتي، لهذا ما غنحط التليفون باش يلا يكفاني الوقت، الا ما يكفانيش الوقت وغنوريكم داكشي وصافي. وغنمشي الناس والناس دنيا، يعني هذا هو نهاري، كنتمنى تكونوا دوزتوه معايا مزيان وصافي. كيما قلت لكم في الاسبوع ما نقدرش نسجل لانه كاينين الناس وهذا، سجلت لكم علاقات وصافي، وانا ما كنتش دايره الزيف وصافي. هذا الشيء اللي كاين، هذا هو الاسبوع ديال الغربه صراحه، والله الا كندوزوها مزيان علاش، لاننا حنا هنايا عارفين الغربه ما كاينش سبعات بزاف، ما كاينش الاعراس بزاف، ومني كتجي شي مره في شحال واحد كيتجمع كيضحك كيلعب كيدوزها مزيان وصافي. بالنسبه للمكياج كنت قلت لكم نوري لكم ما وريتوش لكم، لحقاش مشيت اصلا معطله، وتما كما قلت لكم كي وصلت حيد الزيف ما بقيتش دايره الزيف صافي، قلت حتى من بعد ومن بعد صافي صراحه ما بقى بو مكياج بدا كيطير سي عندما كتشوفوا الحبوب اصلا بدا كيبان ليا شويه، نرجع ليا الحبوب عاوتاني البنات، ما عرفت مناش واش من هذوك الشيتات اللي قلت لكم قبيله ما كنغسلش مؤخرا، واش كنعكز يعني ما كنغسلهمش علاش شحال ماشي ما كنغسلهمش نهائيا، ومن البونجا واش من شي حاجه اخرى ما عرفتش والله ما عرفتش، واش من الماكله ولا ما نعرف ناكل الشوكولاته وداك الشيء ما عرفتش. المهم نحاول هاد اليومات غادي نغسل مزيان نشيتات وداك الشيء باش نشوفوا الا كان منهم، الصراحه كنظن منهم لحقاش سي ديما فاش كنستعمل ديك البونجا يعني ما كنغسلهاش كل جوج استعمالات كيوقع ليا هادشي في وجهي، لهذا هاد اليومات غنبقى نغسلهم صراحه باش وجهي يتنقى شويه لحقاش رجع ليا فيه الحبوب،
وعمل مكياج البنات، درت الايلاينر، درت واحد شويه ديال السومبره بهذا اللون هذا، درت عكر فوندو تان كما قلت لكم باش ندرق هاد الحبوب، فغاجو ماسكارا، يعني هادشي اللي درت. ومشط شويه حجباني كما كتشوفوا، ديما كنخليهم ناتورا عا كنمشطهم شويه وصافي كنعمر هاد البلايص هادي. المهم شي نهار غندير لكم شي فيديو خاص ديال استعدوا معي وندير لكم شنو الماكياج اللي كندير يعني المناسبه. شي نهار ان شاء الله كانت عندي شي مناسبه، هذا يعني ديما كنبغي نديرو ما كيكتبش والله، لانه كيجيو مناسبات البنات وكيجيك شي على غفله صافي زرب زرب زرب، راكم عارفين نجري من هنا جري. سبحان الله ديما كتوقع لي هاد القضيه، تكون معروضه شي بلاصه ولا نكون بلانيه كتوقع شي حاجه كنبقى جري من هنا جري من لي، يعني باش ندير فيديو صعيب الحال. يعني هذه المره ان شاء الله كانت عندي شي مناسبه، نحاول نفيق بكري ونرتب راسي وندير لكم فيديو ديال استعدوا معي لهذيك المناسبه. الله يجيب شي مناسبه جديده ان شاء الله. وصافي صحباتي العزاز غادي نخليكم، غنمشي نوريكم شنو هما المنتجات اللي استعملت في هذا النهار هذا كيف ما وعدتكم. يلا نمشي نخليكم، باي باي، تصبحوا على خير. نقول لكم تصبحوا على خير هنايا، نعاود نقول لكم نوريكم عاوتاني المنتجات. وكيف ما وعدتكم دائما البنات دائما غنوريكم شنو هما المنتجات اللي استعملت في النهار. المهم هذا هو القفطه اللي لبست كما كتشوفوا هنايا عن قرب اللي طايلي فيه. هذا هو البارفا اللي استعملت اليوم لافيابيل الاخر، ماشي داك الاول اللي قاصح، لا هذا بحال اللي فيه الريحه فلورال، يعني ديال فيه شي حاجه ديال الورد، زوين صراحه وكيدوم طويلا طويلا جدا جدا. هذا كنستعملو صراحه ما كنستعملوش في المناسبات تقريبا دائما، ولكن في مناسبات تي كنستعملو ضروري ولفتو وصافي. كما قلت لكم هذا هو هذه فراشه قفطان، المهم راكم شفتوها كيفاش دايره. وهنايا استعملت هذا المنتج هذا اللي كنصيفطات ليا دنيا سكتي مامي. هاد المنتج كانت صيفطات ليا هجر من قناه هجر لك حبيبه ديالي، هذا كانت قالت لي بانه زوين ما كيخليش يعني الشعر يتخربق ولا يتشعكك، لهذا استعملته. وبالنسبه لشعري درتو غير سامبل، يعني ما درتش ما درتوش بوكليسين، درتو سامبل وصافي. دمي حيت خليني نكمل وصافي. المنتج البنات سميتو هكا سموث سكسي هاير، هانتوما شفتو وصافي. عطيني ماما داك الزيت. وهذا هو السيروم اللي كنستعمل تقريبا دائما البنات في تكون عندي شي مناسبه ولا شي نهار سبيسيال، وهذا لحقاش هو سيروم كيخلي الشعر زوين كيلمع وما كيتعككش يعني الشعر وكيغدي. تقريبا حتى هو كنستعمله بحال ديك السيمانه سيمانه لا، ومني كتكون عندي هكا شي مناسبه. هو شويه غالي الصراحه، لهذا ماشي ما يصلحش زعما الاستعمال اليومي. هو صراحه اللي كان غيحاول عليه مثلا يبقى يدير غير شويه، انا كنكثر منه حقاش كتعجبني ريحته، فيه بحال ريحه العنبر، بحال واحد الريحه مميزه فيه. هو من هاد لامارك هادي ايكون انديا، كنشريته هو وتامبو والكريم ديالو صافي، سال ليا كلشي، بقى ليا غير هو الحق صراحه كما قلت لكم تنحاول عليه. وصراحه زوين زوين بزاف الشعر، لهذا الا كنتو بغيتو شي حاجه راه واعر. الا بغيتو ندير لكم شي فيديو خاص عليه نديرو لكم علاش لا. وندوزو البنات، بالنسبه للعقار البنات استعملت هاد اللون هذا، هاد القرونه، لاني صراحه ديما كندير نيود، لهذا قررت نستعمل هاد القرونه هذا ولدانيا. وهذا البنات كنت خديته من هاد لامارك هادي اكوا، كان خديته غير بدولار واحد بحال البونجا اللي كنت وريتكم، البونجا اللي وريتكم اللي استعملت بها المكياج. ودانيا مشطات شعرها بهذا اللي كنت تسولوني عليه، راني وريته لكم في فلوق اللي فات ما عرفتش شفتوه، سينو ها هو خاص بالوليدات الصغار، هذا باش مشط دانيا شعرها. وهذا البنات هو البارفان اللي كنستعمل دانيا، في واحد الريحه غزاله وفريش صراحه بالنسبه للوليدات الصغار، وكناخذوا لها من زارا، من زارا كيدز صراحه غزاله وريحته زوينه. وصافي البنات هادو هما المنتجات اللي استعملت اليوم. بالصحه والراحه ماما تحميمه، بصحتوش تشربي حليبه؟ نشربوا حليبه مش نينيو ياك عييتي اليوم بنتي، قولي بنات تصبحوا على خير. أسير بنات تصبحوا على خير، قولي بوناس نوتشيس نوتشيس. صوبت لها الحليب صافي، تشرب حليب ديالها وتفي الناس. يلاه درمير اها بابي اما يلاه درمير كارينيو ماما سكر اما